بخير بدري اغا؟ قلت عاجل؟ قلت استريح هون. شوف اذا بدك تنق علي بشغلة البودرة مالي حيلة اتحمل، المصاري عم تتسلم بوقتها، شو بدك اكتر؟ حصتك من آخر شحنة. الشغل بيناتنا لهون وبس، ما بقى بدنا نشتغل معك. خير يا بدري آغا؟ ما في خير وشر يا مورو، ما في خير وشر، باختيار آغا أو جلال قرجداغ هيك أوامرون. بالنسبة إلنا ما في مشكلة، منجيب بضاعة ومندبر مصاري، اما انتو كيف بتحموا روحكم هاي ما بعرفها. عم بتهددني يا مورو؟ انت لا تفكرنا مثل افندية اسطنبول يا بدري اغا، نحن ما عنا تهديد. بيجوا الشباب وبياخذوا البضاعة والمصاري. كل يوم أتلقى تهديدا، وكل يوم أسمع على الهاتف من أشخاص لا أعرفهم مختلف الإهانات. ولماذا أستحق هذا لا أعرف. صوت على الهاتف يقول لي اذهب وانقلع من هذا البلد، وإذا لم تذهب سأسفح دمك القذر على هذه الأرض. أنا ولدت على هذه الأرض، وأبي وجدي أيضا ولدا على هذه الأرض، وشهدنا إبادة جماعية على هذه الأرض، وشهدنا النفي على هذه الأرض، ولكننا لم نذهب، وعشنا أياما جميلة على هذه الأرض، وأولادي أيضا ولدوا على هذه الأرض. أنا الآن أسألكم، لو كنتم مكاني ماذا تفعلون؟ هل كنتم تقولون لأولادكم اضطررنا للنفي من هذه الأرض بسبب تهديد أناس لم نرى وجوههم؟ قولوا لي ماذا تفعلون لو كنتم مكاني. هل سترحلون من هذه الأرض أم تبقون فيها صامدون؟ ادخل. أنت الجديد بالشغل؟ أيوة. يجعله خير. تسلم. في شي حبيبي؟ لا، بس لأنت رح تبقى هون مشان أعمل حساب غلي الشاي. رح أبقى هون شوي وقت أمشي بخبرك. انت لهلا هنيك يا ابن الاوادم؟ بكفي بكفي، الله يبعث لكم البلا، بكفي. ما بقي كتير لحتى تلاقي بلوتك. اطمن، ما بقي كتير، رح اعطيك فرصه اخيره وقوم انقلع من هون. ما لي رايح على اي محل، بيقولوا للي ما بيعرف حاله بلا اصل. هالمرة عصب كتير، مع
معلم أصلاً الرجال رح يموت، ليش نحن عم نتصل فيك اليوم؟ من ناحية الموت رح يموت، أما بعد ما يموت فإذا اتصلت بحدا شو بيعمل يا حزرك؟ بده يحمي روحه أكيد، وشو ما بدك بيعطيك. يلا خلينا نروح. سأنزل أكبر عقوبة بأعدائي الذين لا أرى وجوههم، ستدفن جثتي في هذه الأرض. أسد جريح. لك اتركه عبدو، لا تعمل هيك. عبد الحي اتركه. عبد الحي اترك الزلمة، اعمل لك زلمة. انت مين؟ حسني اغا من رجال السيد تركي. مو رجاله، مدير مكتبه الخاص. بلا ما تحكي هلا، اشرب مي. انت منيح عبد الحي؟ عبدو شو بك؟ شو في؟ ما في شيء. انتو ليش مجتمعين فوق راسي هيك؟ بدنا نتخرج لك عبدو، بدنا نصير نجي على المستشفى بس مش على المعالجة الفيزيائية. ما ضل فينا شيء، واحذر بأي مستشفى. مستشفى الخال لك عبدو. ماشي اطلعوا، وانا لحقكم. بهيك حالات احسن شيء الواحد يبقى لوحده. عبود شو رأيك ضل معك هون مشان ساعدك باللبس أحسن؟ أنا بلبس. أنا من بابا بدا نفسي. أنا من بابا شو 30 سنة؟ كلهم سنتين بتناموا مثل النمر وبتطلع مثل الأبطال. بنام 30 سنة مو مهم، بس المشكلة إنه دولتنا هي اللي عم تسمح بجية هيك ناس على البلد. عينك كنت عينك. لا مو بس هيك، كمان عم تغمض عيونها على فتح الكنايس، وفوق هاد عم تسمح بخدع شبابنا، وهاد اللي معصبني. شو بنعمل يا جورهان؟ هذا بلدنا. كم مرة تقدمنا ببلاغات شكاوي وكم استدعى قدمنا؟ ما عم يعملوا شيء، ما عم يقدروا. إذا دولتنا ما عم تقدر تعمل شيء، وإذا إيدها ورجليها مربطين، نحن بدنا نعمل؟ إذا خايف وبتقول ما بتقدر، هاي شغلة تانية. شو العلاقة يا أخي؟ سلاح نظيف يا جورهان.